السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم وفي أوقاتكم أينما كنتم وكيفما كنتم. أرحب بكم مجددا في محطات في حياتي، والتي ننتقل بها ما بين محطة وأخرى مع ضيفنا الكريم. أرحب باسمكم جميعا بالأستاذ محسن عيني، حياكم الله أستاذ الكريم. مرحبا، بارك الله فيك وسعدك الله. الموقف الألماني هل كان متذبذبا في الاعتراف يعني؟ لا، لم يكن متذبذبا. ألمانيا اعترفت، فرنسا اللي كانت تأخرت حتى زرتها في باريس وأعلننا تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. وتركيا اعترفت، إيران اعترفت. أهمية الاعتراف الأمريكي والعلاقات مع أمريكا أنه فتحت لنا الأبواب ليس فقط مع الدول الغربية والدول اللاتينية وغيرها، بل ومع صندوق النقد الدولي، مع البنك الدولي، مع اليونسكو، مع كل المنظمات الدولية التي كانت مترددة في التعاون معها. لكن المجتمع العربي أو المنظومة العربية ما رأوا أنكم بذلك تخرمون الإجماع العربي؟ كانوا يقدرون ظروفنا ويعرفون أن اليمن تعيش حرب شرسة وأن السعودية داخلة بقوة، فكانوا يعرفون أن تصرفات صنعاء هي في الاتجاه الصحيح. أنت يعني بعد عودتك مع بانش وكذا خضت هذا القضية اللي هو التعريف بالقضية اليمنية ومع ذلك حصل أنك أقلت في تلك المرحلة. لا، مش أقلت، حصل تغيير. أبعدوني من وزارة الخارجية وعينوني مندوبا دائما بالأمم المتحدة. وزارة الخارجية للبيضاني ذلك البيضاني. فأنا يومها عندما قرأت الخبر في نيويورك تايمز، كان أول مرة تتشكل أو السلال يصبح رئيسا للجمهورية. اجتمعت القيادة العسكرية في تعز وأعلنت التشكيل الجديد، السلال رئيسا للجمهورية، البيضاني نائبا للرئيس ووزيرا للخارجية وقائد عام للقوات المسلحة، العيني مندوب بالأمم المتحدة. فأنا غضبت أنني أشوف الخبر في الصحف، فركبت الطائرة إلى القاهرة غاضبا، يعني متضايق. فوصلت أفاجأ في الليل بأنه حتى وصلت مطار القاهرة رفضت ركوب سيارة السفارة أو سيارة الرئاسة اللي أرسلوا هذه، وخذت تاكس إلى البيت. وبعدين في الليل وصلتني برقية من المشير السلال: نحملكم المسؤولية عن نجاح الوفد الملكي في الأمم المتحدة، يجب أن تعودوا فورا إلى الأمم المتحدة. عدت، ثم في الصباح دعيت إلى الرئاسة في القاهرة وقالوا لي: إيش الكلام، لماذا تترك؟ إحنا وافقنا على أن تعين مندوب الأمم المتحدة في صنعاء، ماذا تفعل كوزير خارجية؟ ليس هناك سفارات، ليس لك أي نشاط، في حين أن العمل الأساسي هو في الأمم المتحدة، وزراء الخارجية، الدول كلها هناك كذا. فعدت مباشرة إلى الأمم المتحدة وعينت سفيرا كذلك في واشنطن. هذه المرحلة كلها تقريبا في عهد السلال، يعني هذه المرحلة. البعض يعني وسم هذه المرحلة لمرحلة في عهد السلال أنه بعدم الاستقرار السياسي إلى حد كبير، وكان ما بين الثوار أنفسهم والأحرار يعني مجموعة من التباينات. أنت خضت غمار هذا وإن كنت بعيدا عن البلد فترة معينة، ما هي أسباب هذا الاختلافات؟ المشير السلال حقيقة يجب أن نعترف له بأن له دور كبير في الصمود وفي الدفاع عن الجمهورية وفي ثباتها. ومسألة الخلافات كانت خلافات شكلية جدا ليس لها أي معنى، بل الصراع الأساسي كان هو صراع الملكيين والجمهوريين. أما غير هذا فكانت أشياء يمكن وجهات نظر تبدأ من هنا ومن هناك، لكن الخط الأساسي السلال مثله إلى آخر لحظة. أبرز الصفات التي تراها أنت ذلك في السلال غير قوية الشجاعة والقوة النزاهة، السخرية، دائما هو صاحب نكتة، يضحك وكذا.
فبالعكس يعني مرحلته مرحلة جيدة ليس فيها أي شيء. حتى لما يقال انقلاب عليه لم يكن انقلابا في نوفمبر، كان الجميع حريصين على بقاء هو الذي أراد أن يسئم تعب مل مل من الحكم أنه يكون في 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 في, في على رأس حكومة البلد. الحكم في اليمن ليس مرغوبا فيه، ليس مغرم يعني، هذا خلاف ما نعرفه، أن من يصل للحكم عادي يتمنى ينزل، أن يأتي واحد ويقول أنه مل من الحكم في ظل الحروب، في ظل عدم الاستقرار، في ظل الفوضى الكاملة، في ظل مراكز القوى، المشايخ، العلماء، الشباب، في أمام هذا الصراع كله المسؤول يعني يجب أن يحمد له إذا بقي يوما واحدا. الرئيس سلال يغلب عليه الجانب المدني أم الجانب العسكري؟ الاثنين. الاثنين. هو ابن بلد، فهو عسكري ولكنه في نفس الوقت مواطن عادي بسيط. أستاذنا الكريم، ما قبل 65 كان الزبيري يتنقل داخل البلد ويحشد ويجيش الناس وبالجمهورية وما إلى ذلك، وكان محسن عيني خارج البلد كذلك يحاول أن يحشد الاعتراف الدولي للبلد. ما قبل اغتيال الزبيري رحمه الله، ما هي الأجواء التي سادت، أو يعني ما الذي يجعل بعض الأيادي الآثمة أن تصل إلى اغتيال مثل هذه؟ الأستاذ الزبيري بعد قيام الثورة كان يرى أن التعامل مع القبائل يجب أن يتم بطريقة سلمية، ولهذا اختلف حتى في هذاك الوقت مع عدد من الضباط في صنعاء حول هذا الموضوع. كان يرى بأن القبائل يجب أن يعني تكسب وديا، نكسبها وديا، وكان يقول لهم إنه هذا البلد المعزول، القبائل عندما فوجئت بوصول القوات المصرية كانت تراها وكأنها قوات غزو، لأنها لم تتعود أن ترى جنود بثيابهم بكذا. فكان يقولوا إيش هذا الكلام. فالزبيري قال للجماعة في صنعاء، قال لهم خطوة خطوة، نحن نستطيع أن نشرح لهذه القبائل ونوعيها، لأن عدد منها كانوا معارضين للإمام وكانوا في سجونه، فلماذا نخسرهم؟ وفعلا توجه إلى خولان، توجه إلى عدد من القبائل، حاول أن يتصل بالغادر وبغيره، وكان بعض الضباط الشباب المتحمسين يقولوا هذه قبائل رجعية يجب أن نضربها وكذا. فهو استمر في حركته حتى في الأخير غادر صنعاء وتوجه إلى برط، وفي كل المراحل كان يذهب للقبائل يشرح لها بأنه اعترافكم بالنظام الجمهوري وتعاونكم مع صنعاء لن يجعل هناك سبب لبقاء هذه القوات التي بتحتجوا عليها وتحتلوا عليها. وهو في برط، وكان معه عبد السلام صبرة، وكان معه النعمان، كانت مجموعة راحوا يجي يستعيدوه إلى صنعاء، هاي يعيدوه إلى صنعاء، يعني يحاول يقنعوه بالعودة. هو مش رافض لكن كان يريد إقناع القبائل. وكان في خلال رحلاته هذه يدعو القبائل إلى الاعتراف بالجمهورية وإلى أن يجتمعوا في مؤتمر شعبي كبير يوجد مصالحة للقبائل هذه كلها ضمن النظام الجمهوري، ودعا إلى حزب الله. أنا أتذكر أني أرسلت له رسالة من واشنطن لما دعا لحزب الله، قلت له يا قاضي محمد، يبدو أنك وجدت أن فيصل ينادي بالإسلام وأن السلال وعبد الناصر ينادوا بالثورة والجمهورية، وأنت وجدت أنه أحسن طريق أقول لهم حزب الله، يعني أمام هذا كله وأنا مع حزب الله. فقلت له يعني نحن جميعا مسلمين، لكن فأنا كنت يعني إنه مش إنه دعوته كانت غلط أو شيء.
هو لا يدعو إلى حزب بقدر ما يدعو إلى وصف. إلى وصف يعني كان يقول لأنه يومها البدر والآخرين حاملين راية الإسلام والسلال ومجموعة في صنعاء راية اشتراكية. هو قال لهم أنا حزب الله يعني أقوى منكم من كلكم. فحدث اغتياله. وأتذكر أنه عندما بلغني الاغتيال ركبت الطائرة مباشرة إلى صنعاء دون استئذان ووصلت صنعاء. حادث الاغتيال هكذا جاء فجأة يعني؟ كان يمر على القبائل وكان معه عبد السلام صبرة وأستاذ نعمان. فجاء قناص قتله وهو على البغلة وسقط كثيرا مباشرة. مباشرة ما تم محاولة التعرف على القاتل أو طبعا عرف فيما بعد كل شيء. أنا سافرت وصلت إلى صنعاء. هو قد دعا إلى مؤتمر خمر وقد الناس بدأوا يستعد. لماذا خمر؟ يعني أقرب مكان إلى صنعاء وبعدين سيكون في حراسة عبد الله بن حسين الأحمر. لماذا ما قيل مؤتمر صنعاء مثلا؟ يعني لماذا لا يعقد في صنعاء؟ كان يريد أن ينعقد صنعاء فيها السلال والكذا. هو يريد أن يكون في منطقة يسهل على القبائل حتى الملكية أن تحضر فيه تحت رعاية الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر وضيافته. ففكر في خمر وهو اختيار موفق جدا. فوقتها نقل جثمانه إلى صنعاء وخرجت البلاد كلها تشيعه. أنا وصلت إلى تم القصاص من القاتل؟ لا أجيل هذا. وصلت إلى صنعاء. الرئيس السلال بحكمته وجد أن من المصلحة تشكيل حكومة جديدة تستطيع أن تتعامل مع الوضع الجديد قبل مؤتمر خمر. قبل مؤتمر خمر وكانت الحكومة مشكلة من العمري ذلك الوقت. العمري كان رئيس الوزراء. فالناس كما لو كانوا يحملوا الحكومة مسؤولية مقتل الزبيري باعتبار أنهم تسببوا في اضطراره إلى الخروج. فكلف الأستاذ نعمان يعني رفيق الزبير بتشكيل الوزارة فشكلها. حط عبد الله بن حسين الأحمر وزير الداخلية، القاضي الرياني وزير العدل، وعينني أنا وزيرا للخارجية. هذا طبعا بعد ذهاب البيضاني بسنوات. أي نعم. فالذي حدث أنه في اليوم الثاني كان موقفا مهيبا. سكان صنعاء كلهم كانوا في القصر الجمهوري يتجمعون ثم تحركوا من هناك في موكب يعني مهيب إلى شعوب، ومن هناك أخذوا السيارات إلى خمر. والأهالي والنساء حجرين والدنيا كلها. وكان في هذا ما يعني أنه تحدي للوضع للقوات للكذا يعني. لا كانت الدعوة لمؤتمر خمر أنه ماذا؟ مؤتمر ماذا؟ الأستاذ الزبيري كان دعا إليه قالوا نجتمع في خمر. من هم الذين سيجتمعون؟ كل رجالات اليمن وقبائلها. ملكيين جمهوريين؟ لا هي أصلاً دعوة للجمهوريين لكنها مفتوحة. هم لم يكونوا يعتبروا القبائل التي كانت مترددة أنها ملكية. كان يعتبروا أنها قبائل متمردة نريد أن نستعيدها وطنية. فذهبنا إلى خمر ووجهت دعوة لكل مشايخ اليمن وحضروا من كل المناطق حتى ما في المناطق التي كانت ما زالت متمردة. وانعقد المؤتمر في ضيافة حاشد وجيء بالقتلة إلى خمر. قتلة الزبيري. قتلة الزبيري وحطوهم في سجن مهلهل فيها. وبدأ المؤتمر. الذي حدث أنه هرب هؤلاء القتلة. هربوا من السجن. هربوا من السجن. وكانت هذه يعني قضية الناس كلهم يتساءلوا أين هم. وكأن حاشد أرادت أن تتجنب النزاع مع القبائل التي ينتمي إليها هؤلاء. يعني نريد أن ندخل في مشاكل ونزاعات وكذا. فهربوهم وهربوا من هناك. وانعقد المؤتمر. من حضر المؤتمر؟
حضر المؤتمر أكثر من 5000 شخص من جميع أنحاء اليمن. كيف أدير 5000 شخص يعني؟ ولا كبار ضيافة حاشد؟ لا أقصد يعني، لكن المحادثات تمت بين كبار القوم، يعني كان جلسات عامة وعلى الغداء وعلى الكذا يتجمع القبائل ويتشاوروا ويعرفوا، واليمن لديها تراث في هذا، هذه مسألة لقاءات القبائل والتفاهم بينهم والكذا، لها أساليب كثيرة. فانعقد هذا المؤتمر وبدأت الخطابات والمناقشات والأحاديث. حضره السلال؟ لا لم يحضره. لم يحضر. الإرياني؟ لا لم يدعى. الإرياني حضر طبعا. والنعمان؟ والنعمان والإرياني والعبد الله بن حسين الأحمر ونعمان بن قايد بن راجح، والجميع حضر المؤتمر. يعني بمعنى أن أن أن, أن البعد القبلي كان أغلب. أكبر مؤتمر شعبي أتصوره في العالم العربي. وانعقد هذا المؤتمر وتم في جو جيد جدا. القوات المصرية تعاملت معه كأفضل ما يكون، كانت موجودة في كل مكان، لم تحاول أن تمنع أو تعرقل أو تعرقل أو شيء. مثل هل في أحد كان من كبار القوم من مصر موجود في المؤتمر؟ لا لا, لا هو المؤتمر شعبي يمني. فانعقد المؤتمر، استمر حوالي 4 أيام أو 5 أيام. 4 أيام متتالية. نعم. وكان وقتها يهدف وأوضح هذا إلى أننا نريد تحسين العلاقات مع السعودية، وأنه لا داعي للنزاع والقتال والكذا، ونحن لسنا خصوم. وكان يقول على مصر نريد تحديد وتنظيم العلاقات مع القاهرة ابتداء من الوحدة إلى الانسحاب، يعني مثل ما يرغبوا. مش مع هذه المشي، ولكن لا نريد أن يستمر الوضع بهذا الشكل. نذهب للمشير السلال نناقشه في موضوعات، يقول والله هذه القوات المصرية اللي دخلت، القيادة المصرية اللي بتتدخل. يذهبوا للقيادة المصرية يقول لا، نحن لا شأن لنا بالشؤون الداخلية. يعني هل أستطيع القول العسكري، هل أستطيع القول يا أستاذ الكريم أن مؤتمر خمر استطاع، يعني استطاع أنه رأى في الحكومة المشكلة للعمري أو لغيرهم من 62 إلى 65 يعني 3 سنوات أنهم لم يحسنوا حتى ضبط طبيعة العلاقات؟ لا، لم يقول هذا، لم يتهمهم، والأوضاع خطيرة وصعبة، كان يقدر كل شيء. بس مؤتمر خمر أراد أن يضبط طبيعة العلاقة مع الدول المجاورة. أيها. طبيعة يعني لم يكن هناك مجلس رئاسي من قبل، ولهذا في مؤتمر خمر وضع الدستور، جئنا للمشير السلال فلم يفصلوا أو يبعدوا، وإنما قالوا يجب أن يكون إلى جانبه 2 تشكيل مجلس رئاسة، وكان أول مجلس رئاسة أي المجلس الجمهوري جنب الرئيس السلال. وضعوا الدستور ووضعوا العلاقات الطيبة مع مصر، حتى قالوا لمصر، قالوا نحن نقبل حتى الوحدة، تمام. وشكلوا وفد لزيارة الدول العربية لشرح حقيقة الثورة في اليمن ورغبتها في التعايش مع الجميع ورغبتها في إصلاح الوضع الداخلي في اليمن. والمشير السلال تجاوب وقبل الدستور ووقعه، وعثنا إلى صنعاء جميعا وغادرنا بموافقته وموافقة الجميع، وشكلت لجنة. لكن أنا لا أخفيك، لم أستوعب إلى الآن أن مؤتمر يحضره قرابة 5000، نعم، ويغلب عليه البعد القبلي حقيقة، وأناس لم يشاركوا في صياغة دساتير يعني في العالم وكذا. نعم. إحنا لما يقال دستور شكل له لجان وتذهاب وما إلى ذلك، يعني استطاع هذا المؤتمر في غضون 4-5 أيام أن يصيغ دستور؟ نعم. وأن يخرج برؤية سياسية؟ نعم. تتكلم، نعم، عن مجلس رئاسي ولهذا كذا. ولهذا أنا أقول إنه من أعظم المؤتمرات اللي شاهدتها في العالم العربي. وتوجهنا من فيما بعد، شكل الوفد، كان الرئيس الإرياني هو رئيس الوفد، كان محمد أحمد نعمان، كان محمد الفسيل، لزيارة الدول والتعريف بالمؤتمر، بالمؤتمر وشرح قضية اليمن. فخرج، توجهنا، ركبنا الطائرة فنزلت بنا في مطار القاهرة. لكن قبل هذا يا استاذ، أيوة.
أنا ما زلت في مؤتمر خمر لأنه لا أخفيك أيوة. أن أنا قرأت الأدبيات وقرأت التوصيات وقرأت ما خرج ما خر... ما قرأت ما خرج يعني بمؤتمر هذا كان يعتبر حاجة يعني طبعا اليمنيين الأحرار من الأربعينات كان هناك فكر كان هناك رجال كان هناك نضج دستور دستور طبعا يكتب دستور في طبعًا. لقاءات يعني طبعًا. انا لا اقلل من قدرهم لكنني استعظم حقيقه انهم استطاعوا صياغه الدستور وخروج برؤى. نعم استاذ محسن انا ساتوقف في هذه المحطه التي كانت محطه في حياتك على ان انتقل للمحطه الاخرى في حلقه القادمه باذن الله تعالى. اعزائي المشاهدين اجدكم ان شاء الله في هذه المرحله وهذه المحطه في الحلقه القادمه باذن الله تعالى. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.